أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، صحف طوركم، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. وزارة الإعلام والاتصال في الجزائر تصدر بيانا تقول فيه إن قناة الشروق قد تجاوزت قوانين سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر، وأبدت ملاحظات على مسلسل اسمه البراني يبث على هذه القناة. هذه الملاحظات قالت بها لجنة نصبتها وزارة الاتصال، هي لجنة اليقظة لمتابعة برامج شهر رمضان، وتبعا لذلك تم استدعاء مدير قناة الشروق لتقديم توضيحات حول ما بث في هذا المسلسل والذي اعتبر متعارضا مع قوانين هذه السلطة. نفس السلطة، سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، أصدرت أيضا بيانا تذكر فيه بتجاوزات عبر قنوات التلفزيون الخاصة في الجزائر من حيث بث لقطات إشهارية والتجاوزات التي حدثت في هذا المضمار، إطالة كبيرة بالنسبة لهذه اللجنة لهذه الإشهارات عبر هذه القنوات. مرة أخرى كما حدث في رمضانات الأعوام الماضية، سلطة الضبط السمعي البصري تصدر بيانا بعد رصدها أحد البرامج. سلطة الضبط السمعي البصري لم تكن لتتدخل لولا ضغط مواقع التواصل، وبالتالي فهي مثلها مثل بعض الأحزاب لا تتحرك إلا بإعاز. وزارة الاتصال ذكرت السلطة المعنية بضرورة التحرك لاحترام برامج القنوات التلفزيونية لخصوصية وقدسية الشهر الفضيل. الأصل في مثل هذه المؤسسات أن تؤدي مهامها كما هو مبين في نظامها الداخلي وخارطة عملها، ولا تحتاج لمن يطلب منها التحرك. الاحتجاج طال مسلسل البراني الذي تبثه قناة الشروق، تم استدعاء المدير العام للمجمع الإعلامي لتقديم توضيحات. ما يوصف بالتمادي وتجاوز القيم الاجتماعية للجزائريين سار في باقي الشهور أيضا، وليس فقط خلال شهر رمضان. ناشطون حقوقيون يرون أن ما جرى مجرد شطحات فولكلورية، وليت السلطات تقوم بالمتابعة الدقيقة لما يحدث في باقي القطاعات. يشارك معي في النقاش حول هذا الموضوع الذي تحدث عنه الجزائريون بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذ محمد يونغان، الكاتب الصحفي الجزائري، معي عبر هاتف من الجزائر ومن مونريال بكندا عبر خدمة سكايب، المدون والناشط في الجرية الجزائرية السيد عماد الاختار. أرحب بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك من الجزائر الأستاذ محمد يونغان، ما الذي يحدث بالضبط؟ يعني وكان في كل رمضان إلا وتأتينا هذه البيانات من السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري ومن وزارة الاتصال حول مواد رمضانية تبث عبر القنوات الخاصة الجزائرية، ما الذي حدث بالفعل هذه المرة؟ الله يا جماعة، من لعبت نبدأ يا سالم؟ أولا أنا ما نشوف الشروق، ما نشوف التلفزيونات الجزائرية، ما نقرا صحافة جزائرية. قلت لها شحال من مرة سالم؟ صحيح. بس سقسيني واش صرا، والله ما على بالي واش صرا. الشيء اللي على بالي به أن سلطة الضبط ما راهيش، ولا وزارة الاتصال عفوا، وزارة الاتصال ما عندها حتى سلطة على سلطة الضبط. دوك على أي أساس
هذا الوزير انشأ لجنة ثقيلة، لجنة اللجان يقظة ولا كيفاش سماها، واللجنة هذه هي اللي تأمر ولا تحرك سلطة الضبط السمعي البصري. باش سلطة الضبط السمعي البصري عندها قانون أساسي، في القانون هذاك عندها صلاحيات، والصلاحيات هذيك عندها إمكانيات اللي تخليها تمارس هذيك الصلاحيات. واش منين جات العقاب باش يروح يدير لجنه هي اللي تسهر، هي اللي تراقب البرامج تاع التلفزيونات، ومن بعد تروح تحرك ولا تامر سلطه الضبط السمعي البصري باش تحرك. الوزير في كل قطاعات كاين وزراء، وكل وزير مهمته انه يجلب الاموال، يطور قطاعه، يجيب ديفلوبي السيكتور تاعو. حنا السيكتور تاع الكوميونيكاسيون هذا من اللي خلق وزير الاتصال، الدور تاعو هو يقتل القطاع تاعو، ما كاينش الوزير الوحيد اللي يقمع في القطاع تاعو هو وزير الاتصال. كل وزراء الاخرين يحاولوا كيفاش يجيبوا لي المستثمرين الاجانب، يحاولوا يجيبوا لي الاستثمارات الداخليه الخارجيه، يحاولوا يجيبوا الاموال القطاع تاعهم، يحاولوا يخلقوا مناصب شغل الى اخره. احنا الوزير هو يغلق مناصب شغل ويغلق القنوات ويغلق المؤسسات الى اخره. هذا الوزير قبل ما يدير لجنه يقظه يروح يدير لجنه يقظه حول الوضع الاقتصادي تاع المؤسسات الاعلاميه هذه، سواء التلفزيونات ولا الصحف ولا كل القطاع الاعلامي بشكل يعني. انت محمد صدقني نعم صدقني يعني محمد، انت رحت جاوبت على سؤال مازال ما سالتوش. انا كنت راح نسالك يعني هل القطاع الاعلام على القطاع الاعلام وقطاع السمعي البصري فيه فقط هذه المشكله هذه هي؟ ايه نعم. إيه يعني الوزير دوره كل اي وزير في العالم دوره هو يخلق مناصب شغل، يخلق ثروه في القطاع تاعو. لك انت ما تخلقش ثروه في القطاع تاعك، لا انت وزير، انت واش مهمتك انت؟ نعم. مهمتك انت تخلق المؤسسه تاعك، مهمتك انت تستدعي صحر لين وتستدعي المدراء، ماهيش مهمة تاع وزير. علاه داروا سلطة الضبط؟ وإن كان هذه سلطة الضبط ثانية عليها كلام، مي راهي كاينة، يعني داروا سلطة الضبط الصحافة المكتوبة وسلطة الضبط السمعي البصري. أنت وزير واش دخلك في الأمور هذه؟ أنت مش أنت دورك هو اقتصادي، تروح تحوس على مصادر تمويل للقطاع الإعلام. قطاع الإعلام في الجزائر هو أفقر قطاع في الجزائر أولا، هو أفقر قطاع إعلام في العالم. انت لازم تحل هذه المشكله، هذا هو دورك كوزير. الباقي ماشي انت، ماشي مهمتك. عم كاين سلطه الضبط، دبر راسك انت واش دخلك. طيب صح المشكل تاعنا انه الصحفيين والاعلاميين والفنانين يلعبوا ما مقابلين المهمه. على بالي بلي دوك حنا نهضروا نقولوا بلي ما عندهمش حق، غدوه الشرق دير اعتذار. نعم يعني 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 كان يستطيع في العاملين في القطاع اليوم. نعم. يستطيع مدير يعني مدير الشروق، يستطيع مجمع الشروق يستطيع ان يرفض ان يروح لوزاره الاتصال ويقول لهم انه انا ما عنديش علاقه بكم في هذا الموضوع. يستطيع لو كاين تضامن، لو كاين قطاع اعلام، لو كان مازال رجال باش نهضروا بالتعبير الشعبي، لو كان مازال كاين رجال في الصحافه يقدر. اليوم هو ما يقدرش لانه هو اصلا هو واحد من اسباب المشكله، هو واحد من باش القطاع اللي انا في الجزائر يتسقم الشروق هذه ما لازمش تكون. هذا باش نهضر بصراحه، هذا ما كانش ما عندنا لا فنانين لا صحافه في الجزائر لا اعلام لا قنوات تلفزيونيه، قنوات تبع القانون الاجنبي كاع يا اخي. داروا قانون سمع البصر، واش راهم يستناو باش يديروا مؤسسات وطنيه خاضعه للقانون الجزائري؟ علاش ما زالت القوانين غير القنوات هذه تبع القانون الاجنبي، خاضعه للقانون الاجنبي؟ وعلاش دوك كل شيء راه يمشي خارج القانون؟ هذا الشيء كاع ما شافوش الوزير، وهذا الشيء كاع ما شافتوش شرطه الضبط. شافت ما على باليش انا واش شفت في المسلسل هذا، ما على باليش واش داروا في المسلسل هذا. اليوم الحل انه كاع الفنانين كاع الصحفيين كاع العاملين في قطاع الاعلام وقطاع السمع البصري بشكل عام وقطاع السينما الى اخره يتوقفوا عن العمل. نعم توقف، حبسونا وخلاص. لانه من بعد خليوا الحكومه دير كلش، وهم يوليوا الممثلين، وهم يديروا السينما، وهم يديروا هم يديروا كلش. خليوه راح نحكي معك على قضية الـ يعني هلا بوليميك هذا الجدل حول الإنتاج السينماتوغرافي وكل ما أثير عنه. بالنسبة لقانون السمعي البصري، فعلا كثير من الصحفيين اللي تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي طرحوا هذا السؤال، يعني قالوا كيف القنوات هي أصلا غير قانونية يعني وما زالت تابعة للقانون الأجنبي، يتم
الحديث عن عدم احترامها لقوانين سلطة هذه السلطة، سلطة الضبط لسمعي البصري، وكان نعيش حالة عبثية، أليس كذلك؟ لا لا، حالة مقصودة، ما دام دوك سنوات والوضع نفسه. وصلنا واحد المرحلة وين كانت سلطة الضبط هذه كانت صدرت مرسوم فيه كايد شارج إلى آخره. نعم خلاص حددوا أنا المرسوم الرئاسي الأمور هتمشي. نعم راهو عندي هذا المرسوم الرئاسي، جا مرسوم الغال ما المغلى مرسوم هذاك. نعم وي هو راهو موجود عندي، لكن ما قلت لك المرسوم راهو عندي، مرسوم رئاسي راهو عندي في كل الشروط وقضية الرخص لكن لماذا لم ينفذ؟ لم ينفذ، جا مرسوم لغاه، جا مرسوم واحد اخر لغاه هذاك المرسوم. دونك ما حبيش، دونك ما كاش اراده باش يروحوا لطرونس، ما كاش اراده باش يروحوا صح الاطار القانوني اللي كان، لانه لو نروحوا للاطار القانوني الحقيقي ايه ولاو اهل المهنه هما اللي يخدموا، اليوم ماهوش اهل المهنه اللي راهم في قطاع الاعلام، هذا هو المشكل. سي بور سا كاين هذه الفوضى هذه. خليني نعاود السلطه عاجبها لها، لانه ما دام ما كاش اهل المهنه في الصحافه، كسوا في السينما ولا في قطاع السمع البصري ولا قطاع الصحافه، قطاع الصحافه المكتوبه والاذاعه الى اخره، ما دام اهل المهنه خرجوا كامل منها، قادوا دي بارازيت، قادوا دخلاء على المهنه، السلطه خرجت عليها وهما خرجت عليهم، الوضعيه خرجت عليهم. صحيح. صحافي يروح يعتذر للوزير، جرامي صارت عمرنا ما درنا، ما كنا نديروا اضرابات هنا لما الحكومه تدخل نديروا اضراب. أنا جاي لهذه النقطة. أنا جاي محمد، اصبر. نعم اصبر معايا قليلا، نعود نرجع ليك في محور آخر وراح نتحدث على أصحاب المهنة. قبل ذلك أريد أن أسأل سيد عماد الأخضارة، هناك بعض الصحفيين الذين ناقشوا هذا الموضوع، قالوا أنه خلال طول السنة بثت في هذه القنوات جرائم بين قوسين، يعني أفلام تركية، أفلام صينية، أفلام يابانية، أفلام أجنبية، من المفروض أنها فعلا تتعارض مع القيم، قيم المجتمع الجزائري حسب ما راح تقول سلطة ضبط السمعي البصري، ولكن لا أحد يتحدث. لماذا فقط في رمضان يعني تبدأ هذه بين قوسين مثل ما جاء في التقرير شطحات كما وصفها البعض؟ السلام عليكم أستاذ سليم، والسلام على محمد ضيفك، ورمضان مبارك لكم، ورمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية، خصوصا للجزائريين، وخصوصا لأهلنا في غزة اللي راهم يبادون من طرف الكيان الصهيوني. كما قال تقريركم، يعني أنا بالنسبة لي هي شطحات فولكلورية يعتمدها هذا النظام ويجيدها، بل ويتميز فيها، يعني يقوم بشطحاته بامتياز، يعني ما ربما الأمر الوحيد اللي عندهم فيه كفاءة ربما تضاهي الجميع هو أنهم يعرفوا كيفاش يخلقوا شطحات ويبينوا لكل العالم، الآن لكل العالم مش برك لنا، أنه الرضاء انتحوا وصلت لدرجة لا تطاق. بالنسبة للقانون اللي محوسين يطبقوه، مثلا يقول لك قانون ونحوسوا نديروا حاجة تكون مظاهر قيمة ومجتمعية، وهذه الأمور تخالف القيمة غير في رمضان كما قلت. هي بكل بساطة لأنه تعلمنا من عند هذا النظام أو أنه أو أي شيء، أي تحرك يتحركوا هو يتحركوا في مصلحته، يعني مصلحة أنه ما يقيسوش. في باقي الأشهر أعتقد أنه كل الجرائم اللي تكلمت عليها أستاذ سليم تفوت، لأنه الناس ما تتابعش كثير التلفزيونات، لكن في رمضان الجزائري يحط نفسه شوية، يعطي وقت أكثر للتلفزيونات، فهم يخافوا أمر من الأمور أنه يخرج عن السيطرة. هم في الحقيقة ما عندهم حتى قيمة حتى يعلمون الناس القيم والمبادئ، فلذلك هم الهدف الأساسي نتاعهم أنه ما تخرجش حاجة تخليهم، أو الأفلام والمسلسلات اللي تفوت تخليهم يبينوا حاجة للشعب يتكلم عليها ويضعوا النظام في المقارنة. نعطيك مثال، أنا لا أتفرج كما قال الأستاذ محمد، أنا لا أتفرج المشاكل نتاعهم هذه أو التلفزيونات أو
أو كل ما يتعلق بالإعلام الجزائري. لكن شفت الإعلام الجزائري عندما خرج المنتخب الوطني من كأس إفريقيا والصحافة عملت بوليميك كبيرة. فهو لما خرج نفس هذا الوزير قال احنا خايفين على الأمن القومي، راكم وصلتوا للأمن القومي. فهو ربما قاعد يستبق الأحداث، وقالوا له حذاري زيد تحدث أمر كما هذا، فهو يستبق الأحداث بضرب على اليد بالنسبة لأصحاب هذه الشركات، أنا نسميها الشركات الأجنبية، يعني هي شركات أجنبية لا تخضع حتى للقانون الجزائري اللي هما يمتازون بالدوس عليه. إذن هما يخافوا دائما أنه تخرج حاجة في هذه المسلسلات، أو أنه مسلسل من المسلسلات أو لقطة من اللقطات تعمل البوليميك ويكون عليها ظاهر يخرج ضد هذا النظام. هذا هو الوحيد تاعهم. وبما أنهم يتكلموا على أنه كل المسلسلات تتكلم على الدروغ وعلى الكوكايين وعلى الأسلحة وعلى الدعارة وعلى وعلى وعلى، فهم يعرفون أنه من يقود هذا كله هو حتى ابن الرئيس، يعني فهما يقول لك ربما أنه لا حقيقة، يعني ابن الرئيس ما هوش يقود في هذه العملية هذه، هو كان متهم في قضية تاع الكوكايين. نعم. حتى ما يقولوش باللي هو لا هو البارون، يعني لا ماهوش بارون. نعم. أنا من باب أمثل يا أستاذ سليم، أنه يمكن في وقت من الأوقات يخرجوا ويقول لك ها وهذاك هو البارون تاع المخدرات، أو من يستورد المخدرات هو والتبون، فمن هذا الباب. صحيح. طيب رانا في صلب الموضوع محمد، بالنسبة لقضية المحتوى مثل ما قال عماد، هنا كان إشكالية، يعني لأنه حتى البرلمان الجزائري راه صادق منذ أيام على قانون قيل أنه يحد من الإبداع يعني في النهاية، وفيه سجن لكل من يبث، أو مثل ما قال يعني 3 سنوات سجن كل من شارك أو مول إنتاج أو تصوير أو توزيع أو استغلال أفلام سينمائية مخالفة للقيم والثوابت الوطنية، الدين الإسلامي، الأديان الأخرى والسيادة الوطنية. الدين الإسلامي والأديان الأخرى قال لك مفهومة، لكن قضية هذه السيادة الوطنية أو الثوابت الوطنية فيها بعض يعني يقدر يعني مثل 87 مكرر، يعني كيف ممكن أن نعالج هذه القضية؟ يعني حتى الدين الإسلامي ماشي واضحة واش يقصد بالدين الإسلامي، يعني أي إداري يجي يقيم هو الشيء اللي يتعرض والشيء اللي ما يتعرضش مع الدين الإسلامي؟ حتى الدين الإسلامي ماشي واضحة، لا السيادة الوطنية وها لا الدين الإسلامي، كل هذه الحدود اللي داروها هي نقيض الإبداع السينمائي. إذا ما كان لأننا احنا بالقانون الجديد هذا نرجع للور شويه، كاين افلام اللي علاش الجيل هذا تاع درك اكثر محافظه ولا اكثر حشمه من الاجيال السابقه تاع السبعينات والستينات ولا كيفاه، ورا ما ذلك شافونا سبيكتر تاع قال الجزائريه، شفنا حسن طيرو، شفنا حسن طاشي، شفنا كله وعادي وكانت نورمال. هذيك الافلام بالقواعد الجديده هذه مستحيل الافلام في الجزائر. دونك واش من الفيلم واش راح دير؟ كي ما ديرش افلام اللي فيها شويه ضحك، فيها شويه ليمور، وفيها شويه الاخر شويه فيها لا ديستراكسيون، واكواش تاع السينما واش راح دير في السينما تاعك؟ السينما تاعك هذه نتايا. وان توكا كاين قنوات اجنبيه الناس راهم يشوفوها، الافلام التركيه الجزائريين راهم يشوفوها. كيف نهار كامل هم يشوفوا في المسلسلات التركيه والمسلسلات السوريه، بعد تجي التلفزيون الجزائري تقول لهم كلش حرام، كلش ما ديروش، كلش ممنوع. ما يشوفوش الفيلم تاع المسلسلات تاعك هذا ما كان، يروحوا يشوفوا يكملوا يشوفوا المسلسلات التركيه والمسلسلات السوريه هذا ما كان، ولا يشوف المسلسل ولا يشوف الافلام الامريكيه في كانال بلس كيف كيف نفس الشيء يكمل. دونك دو بليس اون بليس رانا نقتلوا السينما الجزائري، رانا نقتلوا الابداع الفني في الجزائر هذا ما كان. بالنسبه للسينما السينما او 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 في الجزائر، نعم الجزائر ولا تشوفوش، يعني الانتاج التلفزيوني او الانتاج السينمائي يعالج الظواهر الاجتماعيه طبعا، لانه قضيه البراني انا ما نعرفوش، ما شفتش، لكن شفت اللقطه التي اثارت الجدل، ونقول لك يعني بصراحه حسب يعني التحقيقات بسيطه. نعم
واش فيها اللقطه هذه؟ واش فيها اللقطه؟ فيها نعطاها عطاها الكاشيات، يعني عطاها الكاشيات ويمشي مع وحده في السياره وقالها صاروخ وما هو صاروخ، مع انه هذه ظاهره موجوده في الجزائر. قضيه كما قال عماد، هناك ظواهر اجتماعيه تعالجها، يعالجها العمل السينمائي والعالم العمل التلفزيوني. هل عدم الحديث، عنها كما تعالج هذا؟ نعم نعم، قصدي يعني هل عدم الحديث عنها هو الحل، ام انه لازم هناك سياسه سينماتوغرافيه وسياسه للانتاج الابداعي هذا التلفزيوني او المسرحي؟ كاين والو جمال، ناس ما عندهمش علاقة بالسينما، الناس اللي ما عندهمش علاقة بالفن والسينما بشكل خاص، وهما اللي راهم يديروا القوانين، اللي راهي تندار الآن في المرحلة هذه كلها قوانين قمعية، ما داروا حتى قانون يساعد على الإنتاج، لا في السينما، لا في الإعلام، لا في حاجة أخرى. كل القوانين اللي داروها في المرحلة هذه في الجزائر الجديدة هذه هي قوانين قمعية. في الاقتصاد، في الاعلام، في السينما، في كل مجالات. ما يقدروش يديروا قانون ينتج حاجه ولا يبدع ولا يفتح المجال ولا يوسع مجال الحريات ولا الحريه، حريه الابداع وحريه الانتاج الى اخره. ما كاش، كاين غلقمه. سيتي توندونس عند السلطه هذه حبوا يرجعوا لي، له ما باب، لان الجزائر في وقت البارتي هنيك في المجال السينمائي ولا في المجال الفني كانت بلاد مفتوحه وشبيه. ماشي كيما اليوم. لكن قضيه الضوابط، موجوده، يعني في فرنسا موجوده، هنا في بريطانيا موجوده، يعني هناك ضوابط معينه. ما تقدرش السينما تتحدث عن قضيه السياده، موجوده قضيه الدين ايضا موجوده، وهناك محرمات. يعني لما تتحدث عن الحرب العالميه الثانيه وقضيه النازيه، قضيه اليهود، هناك كاين خطوط حمراء طبعا، يعني ما نقدروش نخليه الحرية المطلقة، ليس كذلك؟ أكيد في لا لا لا، الشيء اللي راك تتكلم عليه حاجة أخرى، أنت راك تتكلم على أمور واضحة يعني ملموسة في القوانين، كما النازية. ما تقدرش دير فيلم في فرنسا، بس فيلم في فرنسا مثلا لمجد النازية، سي كلير، معروفة هذه. هذه معروفه. بون اسكو مقبوله ماشي مقبوله؟ بون من في فرنسا الان القوانين اللي في فرنسا سون ريميز اون كوز سون كريتيكاب. مي المشكله في فرنسا كاين نقاش، كاين مقاومه، كاين رد فعل. ما تقدرش تبث، فيلم، ما تقدرش تبث فيلم يمجد الماك مثلا، او فيلم يسب الاسلام، يطعن في الدين، يطعن في بعض القيم، يعني هذا وش حبيت نقول لك؟ يعني ملموسه واضحه كما هكذا، لو يقولوا لك، لو يحددوا امور ملموسه واضحه يعني ديكا باينين، ومن بعد يبقى النقاش مفتوح، ماشي مشكل. في فرنسا ولا في الامريكان ولا في فرنسا مستحيل ينتجوا فيلم يمجد النازيه، لان تمجد النازيه الان اصبحت داخله في الثقافه الغربيه بشكل عام، انها صدير باني هذا النازي هذه. كل الافلام اللي تجوها على الحرب العالميه الثانيه كلها ضد النازيه، ما جامي تلقى فيلم يمجد لك النازيه. مي هذه لي رياليزاتور ولا صدير خلاص، هذه الفكره ترسخت في الثقافه الغربيه كامل، ما فيهاش الاخر، ما كاينش واحد يقدر يغلط يديرها، فهمتني؟ شغل قناه، شغل عقيده عندهم. صحيح. هذه الامور العقائديه في الجزائر كاينه موجوده، كاين امور اللي مستحيل لا الفنان الجزائري ولا المخرج الجزائري يفكر يديرها. صحيح. صحيح. اذا هنا الجديده اللي قاعدين يديروها راح قاعدين يحرموا في حوايج اللي متعودين عليها، الجزائريين موالفين يديروا افلام يديروا فيها، كيفاش انت دير لي ما ديروش الافلام يكون تكون فيها الشرقه مثلا؟ ما لازمش. واش راح دير في السينما هذه مثلا؟ دوك السينما ما ديرش فيها ظواهر اجتماعيه، ما تعالجش الظواهر الاجتماعيه. صحيح. السينما ما تطرقش للمشاكل السياسيه، ما تنتقدش السلطه. السينما واش راه دير السينما؟ دير واش راه دير؟ دير الاخر، دير الشتاء كما الشتاء تاع الصحافه المكتوبه. اسمع تبث، قال لك تبث جا تعليق، قال لك نبثوا افلام سينمائيه تتحدث عن الجزائر الجديده.
هذه هي. سأعود إليك، سأعود إليك محمد. أشرطة وثائقية. سأعود إليك في محور أخير حول بيان أيضا للسلطة الوطنية لضبط السمع البصري والخاص بقضية الإشهار، سأعود إليك لمناقشة هذا البيان أيضا. سيد عماد الخضارة، في كل العالم السينما، المسرح، الإنتاج التلفزيوني يعالج الظواهر سواء سياسية اقتصادية وأيضا اجتماعية. يبدو في الجزائر أصحاب اللي راهم مشرفين على هذه الصنعة عندهم مشاكل وكان إشكاليات بنيوية حتى عندهم، ويبدو أن السلطة أيضا لا تعرف ماذا تفعل في هذا المضمار من خلال التجارب. يعني خلينا تجارب في كندا، وهناك إنتاج تلفزيوني وأيضا سينمائي في كندا. كيف تتم معالجة هذه القضايا؟ كيف يتم التطرق إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية السياسية وهذه الظواهر معالجتها من خلال إنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإبداعي وأيضا الالتزام بضوابط الأمة يعني في كندا؟ والله نقدر نقوله أنه في كندا أنه المجال الإعلامي مفتوح، ومفتوح بطريقة يعني حتى توصل أحيانا أنه أنها تشوكي كما نقوله، أنها تصدم. لازم نعرفه أيضا أنه كين لازم نحددوا المسميات، يعني كين طابوهات وكين محرمات، والمحرمات ولا الطابوهات هي حاجة ما هيش مصادق عليها أو ما عندهاش تعريف شامل عام وللعالم بكل. فكل شعب عنده الطابوهات نتاعو، كل شعب عنده المحرمات نتاعو. فأنا عندما أعرض محرمة أني أمجد الاستعمار الفرنسي في فيلم، فهذا بالنسبة لي محرم، لكن أني أعمل العكس فهو شيء إيجابي جدا. يعني أني نبين الثوار نتاعي اللي هما عندهم حق، الاستعمار الفرنسي متوحش واستثماري. بالنسبة للطابوهات، الطابوهات تعالج وحسب أين تعرضها. يعني السينما تختار، أما التلفزيون فالتلفزيون نقدر نقوله أنه يدخل للأبيات ومش العكس كما السينما الإنسان هو اللي يدخل لها. فكما قال محمد، في السبعينات والثمانينات وقبل كانوا أفلام جزائرية فيها حتى جرأة كبيرة يعني، لكنها سينمائية عندما تفوت في التلفزيون تفوت على الرقابة. بالنسبة للقانون اللي تكلمت عليه برك يا أستاذ سليم، حاب نرجع له قانونهم اللي محاوسين يمنعوا فيه. هذا هو مشكل الجزائر منذ الاستقلال، وهو المنع. عندهم كل شيء يعالج بالمنع والقوانين ضبابية. يعني كي تخرج عليا أو تدير بوليميك نخليها لك ديما ضبابية، كما تكلمت على 87. فكي نحدد أنايا باللي راك هاجمت الدولة تدخل للسجن، إذا ما حددتش أنايا فما كانش حاجة قانون باين واضح كذا. بالنسبة كيف نعالج الوزير، تكلمنا عليها قبيل. الوزير المهمة نتاعو بدلا من أنه يطور القطاع ويمد مجال للإبداع لكل هاد الفنانين وكل هاد المخرجين اللي حابين يعملوا أشياء جميلة، ويطور هو ويحط هو البرنامج أو يحط خلينا نسميوها البروباغاندا. الدولة عندها الحق تعمل البروباغاندا نتاعها وتقول أنا محوسة في رمضان هذا 2024 نلعب كثير على الثورة الجزائرية ونعلم الشعب الثورة الجزائرية، نعلم الثوار من قبل، نروح ندير مسلسل على لنسومر، نروح ندير فيلم على كذا. احنا عندنا عثمان عليوات الرائع الممتاز العظيم حتى في المجال نتاعه، راه عندنا 20 سنة ما شفناش. وهذا يدل بدلا من أنهم يعملوا على التطوير ويعملوا هما البروباغاندا نتاعهم ليش تاع الجزائر الجديدة سيدي، لكن بإبداع فني وكذا، هما يعتمدون على المنع. سأطردك، سأوقفك، كل شيء لهم مبني على العقاب ماشي مبني على البناء. أبني كأي قطاع آخر، كما على الأقل كان في السبعينات كان مفتوح. ونحل قوسين بالنسبة لما يعرض حاليا فنيا منذ 5 سنوات 6 سنوات. نعم هذه القنوات الخاصة هي بالنسبة لي قنوات بروباغندا تاع نظام يخرج من مراكز المخابرات، لكن يبقى أن يكون نهزها من المبدأ التقني الفني. شفنا فيها كثير من العبقرية تاع الجزائري
يعني سواء كفنان سواء كإخراج وباقي الأمور اللي أنت تعرفها خير مني، يعني اللي عندها علاقة بالأمور السينمائية أو الإنتاج التلفزيوني. هذه في حد ذاتها علاه ما نلعبوش عليها، على ما نهزوهاش هذا السلطة كوزارة أو كتنظيم أو كقطاع؟ لماذا لا تلعب على هذا الإيجابية وتقول أنه بدأوا يخرجوا عندي عبقريين كان جعفر قاسم كمخرج وكذا، وننزل به البروباغندا نتاعي، أنا نعمل على الثورة وسيدي نعمل القيم والمبادئ الإسلامية غير في شهر رمضان، هيا يا سيدي أنا نمد التمويل ونقول لجعفر قاسم دير لي فيلم على لنا نسومك، دير لي فيلم على الثورة تاع المقراني، دير لي فيلم على كذا على كذا، ويبانوا في رمضان ويجيبوا مشاهدات والناس تحب الأمور هذه. وحتى احنا كبرنا على واش؟ كبرنا على المسلسلات الدينية في رمضان. لهذا الطابو أصبح خطير، أنك انتقلنا من مسلسلات دينية إلى مسلسلات تتكلم عن الإجرام وكذا وكذا وكذا، وهذا اللي لازم نتناولوها في الثقافة أو في الفن بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل، أنه لازم نتناولوا هذه الطابوهات. نعم نتناولها والجرأة لأنها موجودة في المجتمع، يعني نعم هي موجودة. نعم. أستاذ سليم، هي موجودة، هي واقع، لماذا لا نلا الآن درجة الجرأة؟ هذه سلطة الضبط تراقب درجة الجرأة، يعني الجرأة اللي تحصل لكن ما نشوفوهاش، وعلى بالنا بلي تحصل مثلا جرائم العائلات. نعم. او اكفهمني على واش نتكلم، فهذه ما نقدروش نشوفوها في التلفزيون، تحصل نلمح لها نعم، لكن ربما في السينما تكون اكثر جرأة، وهذه هي اللي لازم تكون الدور نتاع سلطة الضبط، وليس انها سأمنع سأعاقب سأضرب بيد من حديد سنراقب ونسمع للوزير وش يقول. يعني هناك لهجة. نعم. لهجة فيها دائما هذه المصطلحات، انه يجب ضبط ويجب مراقبة ولا مكان للحرية والإبداع. نسمع الوزير ونكمل النقاش. انا منذ يعني تعييني على رأس هذا القطاع كنت صرحت وقلت أولوياتي هي هذه القوانين وتنصيب سلطة الضبط ومجلس أخلاقية المهنة، لأن هذه سلطة الضبط رايحة تلعب دور أساسي في مراقبة حتى المادة الإعلانية، والمادة الإعلانية بالشكل اللي راهي موجودة اليوم في السوق راهي أولا غير قانونية ولا حتى أخلاقية، بمعنى ما فيش منافسة شريفة. سيد محمد، منطق المراقبة ومنطق الضبط ومنطق التضييق في الإعلام والصحافة والعمل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، هل هو خيار؟ وما علاقة في نظرك الحرية بالإبداع في كل هذه الميادين؟ لا، بين بلي ماشي معجبهم الحال. أن السلطة مادام وصلت القناعة أن هناك قطيعة مطلقة بينها وبين الشعب منذ 22 فبراير 2019 لليوم، دونك ولاو يخافوا من كلش، دونك الحل الوحيد بالنسبة لهم الآن جوسكا نوفال اوردر، هم يعتقدوا ربما أنهم يلقاو الحل في المستقبل، وهم كل المؤشرات تقول بأن هذه السلطة هذه مستحيل الآن تجي تلقى حلول، ممكن تنتج أي حلول للأزمة السياسية ولا الأزمة الثقة اللي موجودة بين السلطة والشعب، دونك تبقى الأمور هكذا إلى أن يأتي تغيير بشكل أو بآخر، ما على بالناش كيفاش راح يكون. مي المؤكد أنهم اليوم لازم لهم يراقبوا كل حاجة، لازم لهم يراقبوا، زين على بالهم شافوا جربوا، لأن في الحراك كان الحراك شاركت فيه كل أطياف المجتمع، شاركوا فيه ليزارتيست، شاركوا فيه ليجوناليست، شاركوا فيه المثقفين، يعني حراك كان فريمون كانت تمثيلي كل جمعة كانت حفلات أعراس البرة، كل أطياف المجتمع تتلاقى، الأغنياء، الفقراء، البسطاء، الموظفين، المثقفين، الفنانين، الجميع، كل شرائح المجتمع كانت تتلاقى في الشارع وفي جو أخوي ممتاز، دونك هذا الجو هذا السلطة اليوم ما تقدرش تخلق لنفسها.
اوتوماتيكمون تمنع المجتمع انه يكمل هذا الجو هذا على المستوى القاعده ولا على المستوى الشعبي. لازم تخلق هذا هو هذه. للاسف كما قلت لك الناس اللي موجودين اليوم في الساحه الاعلاميه ما همش اهل الاعلام. لما كان اهل الاعلام حتى في الحزب الواحد في اكتوبر 88 السلطه ما خلاتش الصحفيين ما قالتش الصحفيين روحوا غطيو احداث اكتوبر 88. الصحفيين فرضوا انفسهم فرضوا تغطيه الاحداث. هما اللي خرجوا هما اللي فرضوا على السلطه انها تقبل تغطيه الاحداث هذه ماشي السلطه اللي قالت لهم روحوا غطيو احداث اكتوبر. اليوم للاسف الصحفيين ولا الاسره الاعلاميه بشكل عام والاسره الفنيه بشكل كيف نفس الشيء قابلين باللعبه. ما مشيت تتلاقى بهم يعني اور اوف ذا ريكورد كيما يشكيو لك بالك يبكيو لك يقول لك باللي ما نقدروش نخدموا مي عمليا قابلين الوضع ويتمسكنوا يعني هل يعني الحد الادنى يعني انا امس كنت سالت عز الدين تومي كنا نحكيوا على قضيه سياسيه وقضيه اقتصاديه واجتماعيه وسالته على النقابات يعني وقلت له هل انعدم الحد الادنى من المقاومه في الجزائر فيما يخص العمل النقابي يعني السنديكاليست وكذا ومنها بالنسبه لقضيه الاعلام او اصحاب الصنعه في السينما او في التلفزيون اللي راهم يعانيوا من التضييق هل انعدمت فعلا او انعدم فعلا الحد الادنى من المقاومه ومن النضال بالفعل يعني انه كل الناس انعدموا رجال سليم انا قلت لك انعدموا رجال اللي قاوموا انسحبوا انسحبوا هذي هذا هو الحل لانك تنسحب خليها لهم خليهم يديروا السينما هما خلي الحكومه هي تولي هي اللي تولي الوزراء هذه يوليو هما اللي زاكتر هما اللي جورناليست هما اللي فوتبالر هما يديروا كلش خليهم هل هذا حل؟ خليها الحكومه تدير كلش هي تدير كلش يعني هل الانسحاب هو حل؟ هذا هو الحل وي هذا المقاطعه غاندي هذا واش دار غاندي قاطع الاستعمار الانجليزي النظام الانجليزي قاطعه بشكل مطلق كاين الحلول العنيفه والحلول السلميه الحلول السلميه هي المقاطعه صحيح انا ذكرت هذا المثال ومثال رائع يعني ما قام به غاندي نعطيك سؤال اخير سي محمد حول تعليق يعني حول بيان لان كان بيان اخر لسلطه السلطه الوطنيه المستقله لضبط السمع البصري وهذا البيان ايضا اثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي البيان تاعهم قالوا انه لاحظنا انه في هذا الاربع ايام هذو تاع رمضان انه هناك اطاله في الفواصل الاشهاريه يعني تلقى في النهار والبلاد والشروق وكل هذه القنوات تلقى 5 دقائق 10 دقائق والاشهار اشهار على المواد الغذائيه وهذا مخالف للقانون والمواد نتاعو قالتها هذه السلطه يعني ما رايك في بيان مثل هذا يعني ايضا قناه النهار قناه اخباريه واش جاب قناه النهار تبث مسلسلات في رمضان واش جاب قناه الحياه قناه اخباريه تبث مسلسلات ولا بسكتش ولا ما نعرف انا في رمضان هاي المشهد صدر فوضى عارمه قطاع الاعلام قطاع السمع البصري هذا في الجزائر بالنسبه للاشهار الاشهار اصلا ما كاش في الجزائر يعني حتى كي بث ساعه اشهار ما يدخلش قيس لي صالير تاع الصحفيين ارخص اشهار في العالم هو الاشهار في التلفزيونات الخاصه تاع الجزائر ومرات يبثوا اشهار غير مدفوع يعني الصحافه المكتوبه كانت هناك برام تاع ليبري صحيح مي في السمع البصري ما كان حتى برام تلقاه داير ساعه اشهار مي بطل ما كاش ما يدخلش دراهم احيانا بطل غراتويتمون فكان هذا المشكل تاع قطاع الاعلام مشكل القطاع السمع البصري في الجزائر هو مشكل تاع رؤوس اموال ما كاش دراهم راهم دايرين تلفزيونات بدراهم تاع الصحافه المكتوبه صدر يدير جريده واش انت ولا في العالم جريده ورقيه دير قناه تلفزيونيه ما كاش لكن كانت محمد انا عندي معلومات انه تلقاو قروض من البنوك يعني انا نعرف شخصيا مدراء قنوات تلقاو خلينا قرض نعم. لا تلقاو قرض شحال من القرض شحال لازم لك باش دير قناه محترمه شحال باسكو باش دير شان جينيراليست ما تكلمو وين لازم لك تنتج باسكو اون شان كي ريسبكت لازم يكون عندها لي ستوديو تاعها تكون عندها لا برودكسيون تاعها ارتستيك ماشي غير تشري برك صحيح
وبشري بشري بشري بروغرام ان بروغرام صح سيريو لا 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 لازم درام كبار بشري بشري افري فيلم. على شحال من مره قناه تلفزيون اف دار وقفوها باسكو بثت فيلم بيراتاج صحيح. لكن قناه تلفزيون اف دار ما عندهاش امكانيات بشري ماتش بشري مقابله تاع كره قدم مثلا ولا بشري فيلم ولا بشري ما عندهمش نطا لي مويه. لكن كاين مصادر تمويل يا محمد مثلا كامل برودكسيون ارتيزانال. انت تعرف هما يخلصوا الفواتير تاع الساتيليت يخلصوها بالدولار يعني بالعمله الصعبه ويتم تحويلها بطريقه يعلمها يخلصوها بالدرهم شوي وهذا تهريب وهذا تهريب لرؤوس الأموال. يعني حبيت نقول لك بلي عندهم دراهم يعني من أين التمويل إذن؟ لا عندهم دراهم باش يشريوا لي كاسكات لي لوتيري سيتيرا ما عندهمش دراهم باش يديروا فري برودكسيون أوديو فيزيوال ما كاش دراهم لأن قناة حقيقية لازم لك واحد مينيموم 500 مليون دولار باش تكون كل الآخر الكابيتال تاعها. هارك فرك تعرف خير مني بدات لي شيفر مي هاك بي اونتور دو اونتور دو سا ولا لا لا نعم صحيح. في الجزائر ما كانش شكون هذا رجل اعمال ولا قناه تلفزيونيه ولا باترون تاع ميديا في الجزائر اللي عنده 500 مليون دولار ما كانش سي با بوسيبل. نعم طيب نختم معاك يعني لماذا لم ينخرط راس المال الخاص في الجزائر بالفعل مثل ما حدث هنا في بريطانيا مثلا او في امريكا المشكلة. امريكا ما خلاوش لب المشكلة هو هنا لأن السلطات في الجزائر تمنع رجال أعمال من دخول في قطاع الإعلام. كي تقول في القانون يقول لك بلي ما عندكش حق تملك أكثر من 40% في مؤسسة إعلامية. شكون رجل أعمال هذا اللي رايح يدخل في 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 مؤسسة إعلامية بأقل من 40%؟ وزيد منعوا التلفزيونية كل ماجوريتها. نعم ومنعوا حتى رأس المال الجزائري اللي في الخارج انه يساهم. دونك كاين فولونتي دونك شي الاخر رجال الاعمال انا هم يستثمروا في قطاع الاعلام. لا وخاصة ما سمعتنيش يا محمد لانه الاعلام الحقيقي لانه هناك رجال اعمال جزائريين مزوجي جنسية في الخارج وكان عندهم افكار باهي اسوا قنوات في الجزائر لكن خرج القانون ومنحهم يعني لانه قال لك لازم تكون جزائري فقط ما عندك جنسية اخرى. كاين داروا بليزيور غارد فو وين مستحيل دير قناة الا لا كنت انت مرسونير باش دير قناة هذا ما كان. صحيح. تستنى يعطيوك هذوك الدراهم تاع الاشهار تروح دير بهم كاسكات وتخلص الصحفيين خطره في شهر ولا خطره في شهر ونص ولا خطره في شهرين بوان لاليد. تبقى دائما تجري مور جوج دور مور شيك باش يدخلك شيك باش تخلص الصحفيين وهذا ما كان. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ محمد يونغن على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة. الكاتب والصحفي الجزائري كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. سيد عماد كثير من الإشكاليات يعني وقضية الإشهار هذه إشكالية كبيرة، قضية تمويل هذه القنوات إشكالية، وقضية هذه الصناعة السينماتوغرافية ومتابعة الإنتاج التلفزيوني أيضا إشكالية. وأنا أتحدث بالنسبة لمحمد يونغن قال لك أصحاب الصنعة يعني في كل هذه القطاعات انسحبوا وهو مع المقاطعة النهائية يعني وخلي الرداءة هي اللي تعم. هل هناك مسؤولية سوى اللي يطرح على أصحاب المهنة، أصحاب مهنة الصحافة الإعلام وأيضا صنعة السينما والإنتاج التلفزيوني والمسرحي أيضا؟ والله أستاذ سليم بكل صراحة ما يسمى الحد الأدنى من المقاومة يعني على الأقل. والله بصراحه ما نقدرش نلومهم لانه القاعده الاقتصاديه تقول العمله الفاسده تطرد العمله الجيده. فالمشكل في بلادنا ماهوش مشكل في اعلام فقط، المشكل انه مشكل عام لانه لو نهزوا قطاع اخر ونتكلموا عليه في الساعه اللي تكلمنا عليها على السمعي البصري رايحين نقولوا نفس الاشياء. نهزوا السياحة حنقولوا نفس الأشياء، نهزوا التجارة حنقولوا نفس الأشياء، وكي نتكلموا عن المنع وأنهم يحوسوا غير يقمعوا ويحوسوا يعني الوسيلة الوحيدة عندهم لإصلاح أي شيء هو القمع. هز مثلا وزير التجارة السابق لما يخرج يقول اللي ما يركبش معايا في القطار أنا نقص ريصان. إحنا نتكلم على هذه، لما نسمع رئيس الجمهورية يقول والله ما نطلقهم غير 30 سنة وما يمنعوا مني. كل حل عندهم بالمنع بالبناء وبالتركيز وبعمل برنامج
حقيقي يؤدي إلى تطور ويؤدي إلى الازدهار لا يملكونه، هذا لأنهم رديئين، هم عملة رديئة طردت العملة الجيدة، والعملة الجيدة كانت تقاوم قبل 22 فيفري، لكن بعد 22 فيفري وخاصة بعد نقول لك 2020 يعني بعد الكورونا، عرف هذا النظام أنه في 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 معركة وجودية، معركة وجودية، فأصبح يعني زاد في الدوز نتاع هذيك المنع والقمع وكذا وكذا وكذا. كي نهزوا الانتاج من باب الانتاج ونتكلموا مثلا على الاستثمار، على الاستثمار، كيف تريد الى وهنا نتكلموا على الاطار العام، كيفاش تريد انه قناه كما قال الاستاذ محمد انها تولي قناه عندها استوديوهات وعندها يعني شركات انتاج تابعه لها وكذا وكذا وكذا، وانت يا ما تقدرش، الاقتصاد الجزائري مش راكب على حاجه مستحيل تقدر تخدم بلوتو فينونسمون. فالنظام عمل كل شيء باش كل حاجه عندها علاقه بالفينونسمون يخليها في يده باش يقفل عليك كما يحب، مثل ما حدث مع الجرائد وايضا قضيه التلفزيونات في الاشهار، يعني المؤسسه العموميه لنشر الاشهار. نعم، انت ربما تعرف خير مني انه مثلا رابح ماجر كانت عنده جريده لا تصدر، خدع عليها ملايير المليارة من لانيب، خدع لانه وغيره يعني هو واحد من العشرات عموما، يعني العشرات، يعني نتكلموا على جريده لم تصدر صحيح. لا تصدر، وكانوا يسلكوا فيها اولاد القايد صالح، ايضا كانت عندهم جريده من هذا من لانيب، خداو مئات الملايير ولم يصدروا شيء. اذا كيحكموا لا ريسورس نتاع الاخر، وتعرف مثلا انه ربراب لما اراد ان يشتري الخبر لم يتركوه يشتري الخبر. بالنسبه للناس اللي تعمل البيبليسيتي او الاشهار، هو تعرف انه الاشهار هو ربما المدخل الاول في اي قناه صحيح. او اي جريده، عندما ما يكونش عندك اقتصاد راكب على رجال اعمال، عندما مثلا ربراب يتحكم او يعتكر الزيت، علاش يعمل البيبليسيتي؟ يا الزيت مقطوع الناس يتجري عليه وتكفر عليه، مول السكر علاه يدير بيبليسيتي، مول الغازوز الناس مكفره عليه، علاش يدير لك بيبليسيتي؟ فكل شيء راكب باش ما يخليكش تعتمد على 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 لوطو فينونسمون اللي تخليك تكبر ومن بعد تقدر تواجههم. عندما تكبر انت كمؤسسه اعلاميه ويعود عندك مكاتب في كل العالم وعندك علاقات وتدخل تتكلم مع رؤساء الدول، فهذه ما تساعدهمش هما، فانت راح يولي يسال الرئيس، راح تولي انت كصحفي تسال الرئيس وتقول له وتواجهه وتقول له انت الشيء اللي قلته راه خطا، كيفاش تقول ماشي مجموعه من الموبيتشوات حاطينه قدامه ويحركوا في رصانهم وهو يقول في كوارث. هنا نتكلموا على الرئيس كمثال، هنايا فقطعوا كل شيء على الجزائريين باش يخرجوا الابداع نتاعهم وتعيش بالجود كود اللي نعطيها لك انايا، وما لازمكش تعارض، وكون تعارض لازم تعارض برذاءه باش على الاقل ما تبانش اذكى منا. صحيح، وهذا لكن انت ذكرت يعني، ومحمد ايضا ذكر انه المشاكل اللي عمت هذا القطاع، وانت تقول انه في كل القطاعات، وصحيح يعني لو تحدثنا الان عن الاقتصاد او تحدثنا عن السياسه ربما قد نستعمل نفس المصطلحات اللي رانا نستعمل فيها الان. اذا هل هناك تعريف لهذه الحاله؟ وما هو الحل للخروج من هذه الوضعيه يعني في النهايه؟ لأن محمد لما يقول لك المقاطعه، ربما المقاطعه في الانتخابات تجيب نتيجه، لانه مشاركه في النهايه هو اعطاء شرعيه للنظام تحت اي مسبب كانت هذه المشاركه. لكن في قضية النضال، المقاطعة في النضال، هذه لازم نزيد نجيب محمد نهار آخر بنزيد نعود نتناقشوا فيها يعني. لا، هو أنا لا أعتقد أنه محمد قال المعارضة في النضال، هو قال لك أنا المقاطعة يعني. الخروج من الوضع اللي راه فيه، لأنه راه أصبحت التعفن كبير، وتعرف أنت يا أستاذ سليم أنه أي إنسان نظيف ما يقدرش لمدة كبيرة يعيش في تعفن، يواجه ينظف. لكن الآن رانا خاوتنا اللي في الجزائر أنا ما نقدرش نلومهم، لأنه إذا قعدت تنظف فقط راح ينتقلوك للحبس ب 87 مكرر. أي أمل هذه الدرجة تسمى وصلت بهم؟
وصلت به وصلت خاوتنا على ذيك يقول لك لكن المعارضة لا نتوقف على المعارضة نتوقف على القول الحق. والدليل أنه يقول عندما يقول ما يجب أن يقال عندما يظهر معاك ويظهر في المغاربية أو في ليزو سوسيو نتاعو. وإحنا صحيح صحيح لا محمد ونوغن من صحيح يعني صحفيين الأصدقاء يعني رانا أصدقاء من التسعينات هو من الناس اللي مسكوا في مواقفهم وفعلا هو غادر لأنه الرداءة أصبحت هي هي القائمة يعني في مكان عمله هي القانون هي أصبحت قانون الرداءة أصبحت صحيح. قانون ولذلك المقاطعة عندما تكون عامة يا أستاذ سليم تجيب الثمار تاعها. لماذا؟ لأنه راحين يعرفوا أنه راحين يعرفوا الكل من يرى يعرف أنه كل من له علاقة يعني بالكفاءة والنظافة وكذا ترجوا خلاهم وحدهم يعوموا في ذلك المستنقع اللي عملوه بيديهم وعاود نسهم الدولة عليه. ومن رضى ويرضى فهو ليس كفء وانت تعرف خير مني في المجال هذا يعني خطأ ليس كفء ويعرف جيدا أنه إن لم يقبل بهذا التعفن ويجي الكفاء هو ما يظهرش وفي كل المجالات أيضا. أنا كنت راح نعطيك مثال مثلا على الفينونسمون كي نهزوا السياسة اللي هي اللي تقرر البلاد أنت تعرف كيف تمول الأحزاب التي ترضى أو لا ترضى وكيف لا تعطى حتى لاغريمون للناس اللي عندها معارضة. أنت تعرف يعني شوف إلى أي وأنت تعرف في إنجلترا ولا أنه النائب البرلماني لما يترشح يروح يلم فلوس من عند الناس اللي راح ينتخبوه اللي حابين برنامجه ويدعموه وكذا وكذا سواء على أمور ربما راح يسترجعها ويجيبها لهم وكلهم بالمصالح وبالفوائد لكنه على الأقل يخدم على اللوتو فينونسمون تاعو وما يبقاش مربوط المخابرات تصعيط له تقول له تقول كذا وما تقولش كذا ومعارض يقول لك يحيى تبون كش ما بقات معارض يقول يحيى تبون. أنا نعرف المعارضة في أي بلد تحكم الرئيس تخيطوا بالمعارضة يعني مهما يكون هذا الكلام حتى حاجة صحيحة. انت إيه الوقت عماد ضحكني في قضية المعارضة بالفعل يعني كاين معارضة يقول لك أنا نترشح بندعم بوتفليقة وقالوا نترشح بندعم تبون. شكرا لك جزيل الشكر السيد عماد. أخيرة برك على الحملة اللي قايمين بها خاوتنا أطلقوا خاوتنا من السجون أنا أدعمها بقوة وأتمنى أنه هذا النظام يكون فيه رجل رشيد يرجع لعقله ويطلق هذا الناس لأنهم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم أحبوا الجزائر. نعم حملة أطلقوهم لمعتقلي الرأي في الجزائر. شكرا لك سيد عماد الخضارة المدون والناشط في الجالية الجزائرية كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من مونريال بكندا. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج في العمق وهي حلقة السبت حلقة الأسبوعية التي نناقش فيها أهم أحداث الأسبوع. إذن نلتقي غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.